بسم الله الرحمن الرحيم. سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا. سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے تو اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا ہوگا اور صبح تک اس کے پاس شیطان نہ آئے گا. سوتے وقت تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم.